الحمد لله كابتن. يعني احنا كنا مركزين في الاسبوع اللي هو بتاع المعسكر، واللعيبه كلها كانت رجاله، وكنا مركزين مش مفكرين ان احنا نبقى حلوين او وحشين، المهم ناخد البطوله. فالحمد لله قدرنا نعمل ده. يعني الاسبوع بتاع المعسكر ده كان كله تركيز اللي احنا هنكسب، مش نبقى حلوين نبقى وحشين، المهم ان احنا ناخد البطوله. يعني والحمد لله نكسب ازاي ما نعرفش، بس بالظبط المهم ان احنا نكسب. بالظبط، لان هي نتيجه في الاخر. يعني انت ممكن تبقى كويس جدا وتخسر، يبقى ما عملش صحيح حاجه، صح. لكن العكس تبقى وحش وتكسب البطوله، فده اهم حاجه. يعني بعد الجون اللي جه في الدقيقه 85 وانت جريت علينا كده ورحت قالع التيشيرت، شفتني وانا بعملك شاورت لك انا كان في ناس كتير قوي لابسين احمر بصراحه. بص ما خدتش الصوره بالك؟ بص الصوره ديت، دي طبعا صوره الجول. انا لسه منزلها النهارده. هي انت الصوره دي خلاص هتفضل مدى الحياه كده. يعني دي عندك على الفيسبوك؟ طبعا لا، ما عنديش فيسبوك، على الانستجرام. على الانستجرام دي هتفضل طول العمر. لا طبعا كنت مش هنساها. قفشه، كنت متوقع ان انت تعمل حاجه في اللحظات الاخيره؟ بعد الشوطه اللي شوتها الفاول حسيت ان انا هجيب جون. الفاول اللي جه جنب المقص ده شويه. لان انا يعني انا في الماتش ما كنتش موفق قوي، يعني في الماتش امبارح انا ما كنتش فت زي الماتشات اللي قبل كده. فالحمد لله لما شوت الكوره دي يعني حسيت بعديها ان انا هجيب جون قريب. الحمد لله. تقريبا الجون ده انا دي ثالث مره اجيب الجون ده، اللي هي الكره الثانيه، والحمد لله في المنتخب وفي ماتش على اللقطه ديت. وهرجع بيك لمباراه الوداد واللحظه اللي انت رحت فيها للمستر موسيماني. انا قلت على المستوى الشخصي يعني في تقديري دوت، ان انتوا كنتوا متفقين على حاجه معينه، عمليه الضغط من قدام. أوه. ان انت تضغط على سيرد باك، واول ما تقطع الكوره يبقى في فينش على الجول. صح. وده يمكن ان انت اكدته كمان. فكان ده شكل مكرر. يعني هو كمان يا كابتن كان ممرنا على الحته دي اللي احنا نضغط والكلام ده، لكن هو قبل الماتش جابني واتكلم معايا انا والمترجم، قال لي هو اللعيب ده اصلا كان هيلعب ديفندر، كان هيلعب سته كابتن هاني. بالظبط. فاحنا اتفاجئنا اللي هو ايه مساك. فهو قال لي هو بطيء، يعني هو بيباص كويس لكن بطيء، فما تخلوش يباص قدام، خليه يباص بايه بالعرض. العرض. فانا الملعب كان فيه ميه، فبضغط عليه بريس، لقيت الكره اتزحلقت. فالحمد لله يعني، فده توفيق من عند ربنا. فروحت بقى انا و...